أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن قصيدة البوصيري أفضل، هي أفضل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لولا بعض المؤاخذات عليه؟ ما شاء الله، لولا احنا بلانا لولا هذه. إلا قصيدة البوصيري شركية والعياذ بالله، شركية كفرية، ولا يجوز مدحها ولا الثناء عليها ولا على صاحبها. أما أنها بألفاظ منمقة وأن بأسلوب منمق وجذاب، نعم أسلوب زخرف القول، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. تائية ابن الفارض الزنديق اللي هو من جماعة ابن عربي، تائيته سلسة ونظمه رايق، يأخذ بالأسماع لكنها إلحاد وكفر. فأهل الضلال قد يعطون فصاحة وبلاغة وأسلوب يجذب الناس. العبرة ليست بالأسلوب وليست بالكلام، العبرة بالمعنى، العبرة بالمعاني. فلا ننخدع بالألفاظ وتزويق الألفاظ. فقصيدة البوصيري باطلة وكفر وشرك بالله عز وجل. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، المدح المعتدل مثل مدح حسان بن ثابت رضي الله عنه، كعب بن زهير وكعب بن مالك وشعراء الصحابة، فهذا حق. مدح الرسول بما فيه هذا حق، أما الغلو والزيادة هذا باطل. نعم.